إذن جوابا على السؤال ديالكم فيما يتعلق بالخطاب أو الحوار والنقاش اللي داير في المجتمع ديالنا اليوم، أقول ببساطة هو يعني ظاهرة صحية في المظهر ديالها، ولكن خص يكون حوار ونقاش هادئ ونقاش في العمق، لأن الأمر كيتعلق بالمدرسة المغربية، والمدرسة المغربية هي المستقبل ديالنا كاملين. وكنعرفوا بان المجتمع المغربي رفع السقف في هذا المجال عاليا، لانه كيطالب بمدرسه، مدرسه تكافؤ الفرص، مدرسه التجديد، مدرسه يعني اللي واعده واللي كتساهم في بناء الانسان المغربي، والمدرسه اللي كتستجيب للحاجيات المجتمعيه. وفي هذا الاطار هذا ما يمكننا نكونوا الا مع هذا الطرح ومع هذا التوجه هذا، خاصة وأن الشروط اللي الناس كيزايدوا فيها حاليا اليوم أراها هي الحد الأدنى للحديث عن بناء يعني أو لتكوين أساتذة الغد. فالأستاذ إلى في اعتقادي، وربما احنا في مؤسسة تكون الأطر التربوية، نرى بأن إذا كان التلميذ هو المستهدف بصفة عامة، فالأستاذ هو القنطرة الموصلة إلى هذا التلميذ. وفي هذا الإطار هذا خصنا تركز الجهود ديالنا على انتقاء أجود العناصر، و يعني نوفروا لها الشروط يعني البيداغوجية والعلمية والأكاديمية والتنظيمية لتكوين أساتذة في المستوى، علما بأن كما كان النقاش اللي داير حاليا كما أشرتم في المجتمع المغربي، فجميع المهن في لاباز ديالها في الأساس راه الأستاذ، راه الطبيب ولا المهندس ولا الشرطي ولا راه كونوا الأستاذ. إلا ما كانش عندنا أستاذ مكون وأستاذ في المستوى، ما يمكن لناش نعيدوا الاعتبار لهذه المدرسة العمومية، المدرسة اللي ديال تكافؤ الفرص، المدرسة اللي منفتحة على المحيط ديالها وتكوين الإنسان يعني الاستثمار في رأس المال البشري. كما كتعرفوا احنا كدولة نراهن على العنصر البشري، وهذا شيء يعني مهم جدا، والبداية من هنا. كما أقول مرة أخرى أن هاد الشروط سواء تتعلق بحد السن اللي دابا خلق واحد نوع ديال النقاش حاد إلى غير ذلك، ولو أنه يعني مسألة لا تستدعي حد يعني هاد النوع ديال، لأن هنا ربما كيوقع واحد النوع ديال الخلط ما بين التشغيل وما بين توظيف في بعض القطاعات ذات الحساسية المرتفعة بحال التعليم. بالمناسبة هذا الموضوع ديال السن تربطوه بواحد محددات اللي تنسميوها احنا في مجال ديال التكوين، تنسميوها الملمح ديال الدخول. طبعا انه اي نظام في العالم ديال التكوين تحدد الملمح عنده مجموعة من المحددات، منها الجانب المعرفي، الجانب النفسي إلى آخره. هذا الاختيار ديال السن هو محدد من المحددات. طيب عندنا في رأيي أنا عندنا جوج المقاربات، إما مقاربة اجتماعية تنجعلوا أن التعليم هو واحد المجال اللي تيمتص المشاكل ديال البطالة، وهذا مقاربة اجتماعية. وعندنا واحد المقاربة بيداغوجية تربوية اللي تنسعوا فيها باش نجعلوا المدخلات ديال التكوين تترقى لواحد المستوى عالي. يعني القرارات اللي اتخذتها الوزارة على المستوى هذا فيها في واحد الجانب قد يعني يكون وارد جدا، اللي هو مجموعة من المحددات. وبالمناسبة راه فاش تنتكلموا على الإصلاح ما تنتكلموش على محدد واحد، تنتكلموا على ما تنسميو حنا بالمقاربة النسقية. شنو تنعنيو بالمقاربة النسقية؟ هي مجموعة من العناصر تتكون يعني لا استحضرناها مجتمعة تتساهم في تجويد التكوين. من بينها مثلا هذا الشخص اللي تيدخل، شنو هو المستوى المعرفي ديالو؟ واش الملمح الدخول ديالو تيستجب الملمح التخرج ديالو تيستجب الملمح الدخول؟ واش كذلك محدد اخر اللي تنسميه الجاذبيه للمهنه، ومعيار السن هو تيعطي الجاذبيه. اذا قد يكون هذا المعيار وارد جدا. لماذا؟ لان الشخص اللي تيجي ياخذ البكالوريا وتيمشي للجامعه وتيمشي المسالك ديال التربيه تيكون حد الاختيار ديالو
يعني في سن يعني معقولة، ولكن الشخص اللي تيكون ربما ماشي دائما ما تقدروش نعممو، راه كاين عندنا ناس اللي في سن متأخرة وتيكون الكفاءة ديالهم عالية، ولكن اللي تلاحظ في الواقع هو أن عندنا واحد الفئات اللي تتكون تبقى مجال التعليم هو آخر اختيار. ربما أنا تنقول ربما وتنعاب هذه الكلمة ربما اش تعني، ربما قد يكون هذا المحدد أحد المحددات اللي ممكن نعتمدوه باش نصلحوا المدخلات ديال التكوين، لأنه مدخلات ديال التكوين فيها إشكالات، وهذا راه جانب من جوانب كثيرة اللي ممكن يشملها الإصلاح. فهذه ضمن الشروط، وشروط أخرى نعتبرها شروط دنيا، يعني أقل ما يمكن حاليا، ولكن في المستقبل كنظن غنرفعوا من الشروط باش يمكن لنا نحققوا الأهداف ديالنا. بالإضافة لهذه الحافزية والسن، ولا بد ما نناقشوا مسألة التكوين أيضا، لا بد من مراجعة أمور كثيرة، لا بد ما نطوروا يعني وندققوا بعض الأمور من أجل الوصول إلى تكوين أساتذة اللي يعيدوا المدرسة العمومية الاعتبار ديالها. هذا هو بصراحة، يعني هذه الأمور هذه خصنا نكونوا كما متفقين على إعداد مدرسة تستجب يعني انتظارات المجتمع، خصنا نتفقوا بأن الأستاذ ركن من أركان هذه المدرسة، وهو العنصر اللي مربط الفرس كما تنقولوا. والتعلم كما قلت في الصبح بعد الزملاء، كما كنعرفوا راه يعني التعلم في الصغر كنقش على الحجر، ما تقول ليش بان الانسان غيجي في 45 عام و50 عام وزعما غادي، لان حنا كنشوفوها في الممارسه في السلوكات اليوميه داخل مؤسسات التكوين، ان الزملاء حنا ما كنقصوا حتى من شي واحد، حنا كنا مغاربه، كنا يعني كنتواصلوا بعمق وكنشوفوا الامور. هناك فرق، هناك فرق، كاين انسان اللي كنعرفوا بان 45 سنه سافودير بانه يعني من 22 حتى 45 23 عام. فانسان يعني كيكون غادي في مسار اخر، ربما كيفكر اشياء اخرى، وربما انه اجتاز هذه المباراه لمرات عديده ولم يفلح. وبالتالي فقطاع التعليم ليس اقولها يعني ما نقولكش بتحفظ، ولكن زعما ماشي ملجأ لمن لا شغل له بصراحة، وإنما هو قطاع خص يكون فيه شروط، وشروط عالية جدا لانتقاء أجود العناصر إلى بغينا نكونوا في مستوى الانتظارات ديال المجتمع، ونرفعوا من هذه المدرسة اللي فعلا كنا كنطالبوا بها وكنفتخروا أننا تخرجنا منها، تخرجنا مؤسسة يعني من مداري المدرسة العمومية ومن الجامعة الشعبية اللي كنفتخروا كاملين تخرجنا منها في واحد الوقت، وبالعكس كانت هي النموذج، وما عداها فهو اقل. اليوم ولينا كنضربوا الامثله بمؤسسات اخرى وكنستصغروا المدرسه العموميه. اذا اتفقنا على هذه المعادله كخص تعود المياه الى يعني نعيدوا النظر في هذه الامور هذه، وهذا هو البدايه، وكنظن انها بدايه صحيحه. نحن على الطريق المستقيم المؤدي الى النتائج اللي بغيناها كمجتمع. طيب بالمناسبه فاش نتحدثوا على السن ومعيار السن، وشنو ممكن التجليات ديالو على المستوى البعيد؟ عندنا جوج ديال الفئات، عندنا واحد الفئه ديال الناس اللي تيدخلوا المهنه ديال التدريس وتيدخلوا في واحد السن مبكره وتتفتح لهم افاق، مثلا تيدخل مثلا عنده 28 عام مثلا، تيدوز واحد 10 سنين تيراكم تجربه ومهمه انا وتيولي عنده خبره في الميدان، بعد ذلك تتفتح لي افاق. بالمناسبه المركز الجهوي لمهن التربيه والتكوين تنكون اطر اداريه، تيقدر يولي مثلا هذا السيد هذا الشخص تيصبح مثلا عنده اطار ديال مدير ديال مؤسسه، وكذلك تيراكم تجربه في هذه المساله. اذا تتبدا الامتدادات ديالو، وكل ما استمر في 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 في, في الوقت، وكل ما كان واحد الامتداد في الزمن تيسمح ليه يراكم تجارب. الشيء اللي ما تيتاحش مع شخص تيدخل في واحد السن يعني محدوده، ما تتاحش لنا انه يراكم تجربه. ودائما تنقول هذا المحدد راه ماشي
محدد قطعي، راه ما كاينش القطعيه في التربيه. اشنو تنقصد القطعيه؟ 1+1، كل ما كان السن كذا تيؤدي كذا، كل ما قل السن كذا تيؤدي لكذا. ابدا ما تنتحدثوش في مجال التربيه على ما تنسميوه بالحتميه او بالقطعيه، هذه مساله مديره. ولكن مع ذلك يمكن ان نتفهم هذا المحدد ديال السن على اساس انه يمكن ان نجني منها عظيم الفوائد، خاصه على مستوى ضمان جاذبيه ديال المهنه، خاصه على مستوى مراكمه التجربه، ولما لا انه تتفتح افاق اخرى في مجال هيئه التفتيش، في مجال الاداره التربويه. وكل ما كانت السقف ديال الزمن طويل قدام هذاك المستفيد من التكوين، كل ما هذا تيؤدي واحد الدور كبير وتنعكس ايجابا على المنظومه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.